الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، ترسينا وكيا أفراد كم ذا كتاب كي عمدة الأحكام كوسكلها الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. حين سوق قرني هل كمصنف هو يريه باب الغسل من الجنابة. باب الغسل مايريتان كي أيو بابي هاي أما قبيسكي من الجنابة جنابة لغا قبيسني سديد حديث أيو باب كان كل شيء دونا مصنف ورحمة الله عليه. جنابة وحوي قفكو لبدا قفو إسقبتا مركا يوضا كلمان أو حرير قوليد ودح مره مركا سالغا وضا أما قفكي انتو الرياضة يكل بيا كي مادان إيو حيالا لمتكا قبيس باكو واجبي قبيس كي مركو قاليا. عن أبي هريرة، أبي هريرة وحلق وري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ولك المي وحو كلك المي لقي وحو كلك المي هو نبي أي هو أبو هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وحو لك المي هو أبو هريرة في بعض طرق المدينة مقالة مدينة ودوين كذا قار كمدة بعض وقار طرقنا ودوين المدينة ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة مقالة مدينة ودوين كذا قار كمدة لحظة أيوك لكل ما أبو هريرة نبي أبو هريرة لكل ما إيه وهو السوق جنوب جناب قبة واحد جناب قبة وأبو هريرة أبو هريرة وجناب قبة وجناب ذا أن كم يران أيوك لكل ما قال أبو هريرة وحو يري فان خنست وان رونتي وان سيبتي منه أي من أجله نبي قدرت وان رونتي بيش صلى الله عليه وسلم إن خناسكو وسيب الشدة ومن شر الوسواس الخناس قرآن سوكم من على خناس مركا واسيبت وان رونتو نبي قاندر انسلين بان سيبتي فان خنست وان سيبتي منه أي من أجله نبي قدرت وان أسيبتي بيش أولون النبي قدرت وح كوضع حشود النبي كحشون يارو جنابق بين النبي الله سعده فذهبت وأنت جاي لجوري سوى آدي فاغتسلت وانصام يرتوى سوق بيستيب ثم جئت دهنا النبي عنو إمي صلى الله عليه وسلم فقال النبي وح يري أين حجابات كنت أهيد يا أبا هريرة أبا هريرة وهذه هداية إلى سعده وان كواي أبا هريرة حجاء آدي قال وح يري أبا هريرة كنت وحانها نبي محمد جنوبا من جناب قبة فكرهت وحان لبصدي أن أجالسك إن أنكل فريسته وأنا أنيق على غير طهارة أن ظهرك السغنين به أنا ظاهر هين إن أنكل فريستان ديدي فقال النبي وحيري صلى الله عليه وسلم سبحان الله إلهي باعيب يحمان بكه فنه إن المؤمن قفك مؤمنك لا ينجس ما بنجاسه باب قفك مؤمنك ما بنجاسه باب حديث كاني وحو إن تصين إيا دور قطب كو وحا كميدا علوم مضا إيو داد كوانو واناكسان مركا للاكل مايو أما قوبها وحبار شد وقرآن كا إيو كتب تلاد إغيسان إيا مساجد إيا لسو آد إيو قاب واناكسان ونظافة له ودار قروحسان أتسو حرني سيد إن لغسو آد حقيا لغا قادم أبو هريرة وحو كحشونا يا در نجاسة ما قبو نركيسو أو عادي أسوغو نجاسة ماها لكن أسوغو جنابة قبو ان جنابة دي كم ما يران إنو نبيغ الله سعود احترام ونبيغ احترام يا ما دابو دي دي أو سيدا أولون تاي دي هدي نبيغ الله صوهر فريسانا يا أما درسي الآخرنا يا لصوهر فريسانا يا أما دادو ناكسانو أرو فضل الله إمانا يو قاب ناكسان بالغو يمادا در ناكسان بالله صوهر شدا قاب ناكسان أي الغو يمادا تاسوا قضو بحديث كو إنو تسينيا. طيب وحا كلمي دو كليتو مثلا هدي أن الأرفي عنها لسوقاتو قفكو أسوقو نر وسخلا وطه أما الشيرا يو كليتو أن قبيسين ونظافد كل إذا تهدو يمادو ميليه وح برشادة أيضا وحفي عن ما سوطو كي جنابة قبضي وان وح نجاسة بدوشة كسها الرين هدي وصا وح الشوضي ميد قشين كسو أوري ينو قبيه وح برشادة يمادو وكسي حق شرتابة. طيب حديث كوحي أنا تصينا يعني كشيخة هي أرضي سميت كم إذا دوا ينو ودين كرني بحقيقة شرطة أيان تانكو ما أراك أبو هريرة النبي ولا السعودي وأنا رونت نبي مركب حكويري أين كنت يا أبو هريرة ولا أبو هريرة حقيقة أدي بواقواي
marka waa la weydiin karaa ardayga inaad ka warqabto inuu xanuunsadaa dhici karta, inuu safraa dhici karta, in mushkilo kale ku timid baa dhici karta, inaan midna ku dhicin intay janaaba ku dhacday uu qabo inaan dugsiga la imaan karin buu qaba uu qaba iyo masaajidka aan agtiisa la imaan karin buu inuu u qabaa suurtagal ah, marka waa la weydiin karaa. Xadiidku wuxuu ina tusinayaa qofka aqoonto ay masalada aqoon la-aani ka hayso hadduu shay aad ku ogaatid in shayga laga jahli saaro oo loo caddeeyo masalada, oo haddaad ardadaada ku ogtahay wax ka mid oo wax khaldan diin u aaminsan in laga sixi karo. Nebigu waa ogaaday abu hureyre inuu masalada qaatay, kabacdina waa usaxa. Wuxuu xadiidkuna baraya markaad waxaad la yaabtay aragtay qofaadan wax ka filaynin, masalan waxaa laga yaabaa nebigu inuu u haystay abu hureyre masalada inuu garanayo, wuxuuna ogaaday masaladaas inuu abu hureyre jahil ka yahay. qofaad isleedaha marka masalada waa ku fiican yahay, salaada waa ku fiican yahay, maalinka dabaarata wax si ka ah, subxaana allah baa la yidhahdaa. Hoogay marya maxaa kuu dhacay inshaallah, allow anaa magacay baa ha oran, subxaana allah ajar baad ka helaysaaba, subxaana allah, subxaana allah, allahu akbar, erayaasha noocaas oo kale ah ayaa la isticmaala. xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyay qofku isagoo janaabo qaba, janaabadu markay kugu dhacdaba inaad isla markaba qoysati laazim kuguma ah, haddaysa markaa salaadii taagnay dib waa u dhigi kartaa. masalan haddeero kale qofka janaabo ku dhacday ilaa cishaha inta laga gaarayo kaleeto wuu qubayska uu iska dayn karaa, barqadii oo kale janaaba ku dhacday ilaa duhurka laga gaarayo, marka qofku janaabada noocaasoo kaleeto isagoon ka mayran wuu dib dhigi karaa, dib wuu u dhigi karaa. dayib taana xadiidku inoo faa'iideynaya qofka janaabada qaba janaabadiis wuu la bixi karaa isagoo qaboon ka qubaysan, uu soo shaqaysan karaa suuqo, markii uun salaada la gaaro uu tukanayo markaasay waajib tahay inuu waxa weeyaan ka qubaysto. xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyay qofka muuminka ahi ma najaasoobo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba, macnaha isaga daatadiisu najaasa ma ah, najaasa hadday meel kaasoo gaartay meeshuuba iska dhaqi, kaadi baa meel kaaga dhicday waa iska dhaqi, ma la fahmo qodobka, dhiig baa meel kaasoo gaaray waad iska dhaqi bas. laakiin asalkaagu maxaa tahay? daahir baata. hadduu qofku nool yahay inuu daahir yahay waa mutafaq, laakiin hadduu yahay qof dhintay ma najaasoobi iyo masale khilaafiya, isagana waa daahir sida nebigu sheegay sal alay slam, xayan wamayatan, hadduu dhintay hadduu nool yahay qofka muminka ah waa daahir. dayib xadiidka marka intaasaan kaga soconayna, subxaana allahi ina almumin laa yanjus. can caaishata waxaa laga wariyey caaisha radia allahu allaha ka raali noqday canha xaggeeda, qaalat waxay tiri kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama idaa goortii iqtasala uu ka mayranayo min aljanaabati janaabada uu ka mayranayo, ghasala wuxuu mayri jiray yadayhi labadiisa gacmood kow, uma tawadaa deedna waa weysaysan jiray wuduu'ahu weysadiisii oo kale lisalaati salaada uu weysaysan jiray, uma iqtasala wuu mayran jiray. nusakhda qayb baa waxay qoraan uma yaqtasilu, midii qoraya muxuu idin qoraya ha uma yaqtasilu wuu mayran jiray, aniga wuxuu qoraya uma iqtasala wuu mayran jiray oo ficil maadi ah, uma yukhallilu wuu dhex gelin jiray biyadayhi labadiisa gacmood shacrahu tintiisa, oo waa maxay madaxa tinta ku taalla tin walba oo timahaaga ka mid ah janaabadii aada qabtay qabtaa, marka waxaa la rabaa biyaha madaxa markaad ku shubaysid inaad farihii mid timaha dhex gelgelisid oo aada si fiican biyaha u gaarsiisid timaha salkooda, saasuu marka u dhex gelgelinaya takhliilku waxa weye waa dhexgelinta, saasuu timihii u dhex gelgelinayaa gacantii. dayib xataa idaa dhanna markii uu ka maleeyey annahu asagu waa nebiga sala allahu calayhi wasalam qad arwaa inuu ka dharjiyey basharatahu jirkiisa, oo maxaa laga wadaa inuu madaxii si fiican biyuhu ugu wada qooyey markuu maleeyey, afaada wuu shubay calayhi dushiisa almaa'a biyihii thalaatha maraatin saddex jeer buu biyihii isku shuba marka, uma ghasala wuu mayray saa'ira jasadihi jirkiisii intii kalena wuu mayra markaas, wa kaanat waxay ahayd caaisho taquulu mid ahda kuntu waxaan ahaa aqtasilu mid qubaysata ana aniga iyo wa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama min inaa'in weel waaxidin ee keliya, hal weel baan ka wada qubaysan jiray aniga nebigu tiri, naqtarifu annagoo dardarsanayna minhu weelka xaggiisa jamiican dhammaan, halkaa weel baan ka wada darsanaynaa, hal meel baan wada joognaa. xadiidka qaybtan ku saabsan nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalama markuu mayranayo inuu gacmaha marka hore mayri jiray waxaa laga wadaa waa masaladii inoo soo hormartay oo markaad toostid oo kaleeta iyo markaad weysaysanaysid intaadan weelka gacanta gelin soo gacanta lama mayri jirin, adigu markay qubaysanayaan baaquli oo kaleeto ama sakeel oo kaleeto oo biyo ku jiraan shaawir maysan haysan, marka weel weyn oo baaldiya biyo lagu soo shubahayaa
بيها بلدي وكشرة جعمها مركها ورا الأسكاد قيم كبعد انتهي در درسان بيكو بيسين شرين ما اللي فهم قاب كسيو بيسين شرين مرك مرك ساسة واحد كيانس الجناب هذا كهر بوجعمه دقي إن ليجيره ويسد كهر بوجعمه دقي لأن جعمها ليش الربان الربان إلا در درسده قطب كسيو قطب قطب كلابات الحديث كوه حينات المامي مرك هذا ربتدينا جنابك قبيستيدي حبنيه ويسده إن هذا ما يرتد أي قبيس ككهر ريح حديث سوينا بريه وفي رسول النبي صلى الله عليه وسلم حوس ميي لبادك عمل مركو ما يري ثم توضأ وضوءه للصلاة سيدي أوي سيسين شري معناه دوام حي قعمه بو ما يري وصن دار صول اللغضي وشي بو ما يري قعمه كلوان ما يري مدح وام صحي لغه واردقي وويسد ما يسترنا كاملة مركو سيدا سميي أيو النبي صلى الله عليه وسلم كبعد نبيه اسكو شبا وشيركي انتك لبيه كو عميم كو ما يستر تاسونا واقضو حديث كو حينو فايدة إني سنة وفي عانتها سدح سدح شير كعمها إن وحويان لغو سميه ميرتانك ودي ثم غسل سائر جسده وحا كهر ريه أفاض عليه الماء ثلاث مرات سدح شير ببيها اسكو صور شوي نبيه إفاضة ثم أفيضو من حيث أفاضنا صغران سمارك إفاضة شيء مركو بتعالي رهذا الباب كهدي لغسو وقلو مساجك لغا كلاياعو إفاضة لي رهذا مركا بيه بسكو شويوي سكو فرا يعني حديث كو حينو فإذا إفاضة يغوص لغا فرق باو دحيه سوتا لبضا بوا استعماش لبضا بوا استعماش عائشة وإنو شيكت أفاض عليه الماء مر بيتري مرة واحدة ثم غسل سائر جسده إفاضة وحوي وبيه الله إسكوشوا بس لكن غسل هذه اللي رهذو بيه الله إسمر مرنا هيو الله إسكو لقى هيو تاسويا تانا حديثك وينو فائدي حديثك وحياله إنه تصينا يا وحا كاميدا ننك إيا حاس كيسو هل ميلا إنه يكوو دو قبيسان كران مركي قبيسان إياه هل بيو هل شاور هل باف أقلتو يكوو دو قبيسان كران هل ويل بيكوو دو قبيسان كران واحد إبانا ما إله ميدبا ميدكا كاليتا مركو قبيسانا يانا إس أركاننا وهلا بقفو إلهي إسو حلاليو دينتا إسو برنيسيو قبادو ندن بكمال حكومي عيا بيسنا ننكو ندن بكمال حكومي عيا بيسنا هل ويل بي نبقي عائشة كدر درسانا يانا وحا إسو يدين مدن محي عائشة إنو شيغيسا أحكام باكو حيرانا وحا لأنا برايا قبادو إني كلي يدقوني وقبيستانا وقو بنانتا ننكو إنو كلي يدقوني وقبيستانا وقو بنانتا والا دادك إس قبان كهلينا إني هل ميلا كو دا قبيستانا هل مرة بيها إسكو فران أما هداي سكيل يبالدي وحي استعماليان هل مرة كو دا در درسانا way u banaanta qodob kama la fahmin marka cilmi ba ku xiran in la ino sheego arrinka noocaas is aragtida is arkayaana wax dambi ma aha iyo haday asaga aragto ama ayadu u wada arko kuliga jirkeedo dhan laba qof ilaahay isu xalaaleeyay wey tayib an maymunata waxa laga wariyay ee meesha xadiiska ugu dambeeya caaisho igtasala kuntu aghtasilu ana wa rasulullah min ina'in wahidin naghtarifu minhu naghtarifu waxa wada darsas waxa ka darsan jir waxa darsan jir wey عن ميمونة بنت الحارث ميمونة وحلقة ورية ميمونة دي بنت الحارث أنا حارثة رضي الله عنها الله كرر النقطة زوجين النبي النبي حاس كيساه صلى الله عليه وسلم أنها ميمونة قالت وحيتري وضعت وأن أصور دقي لرسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم إن كتبت قارب وحي القرآن وضع رسول الله حيث قرآن يا وضعت سما وأن أصور دقي رسول الله لرسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضوء الجنابة بيه جنابة وكما يرن لها بيه جنابة كغب يسن لها وأن أصور دياريتي فأكفأ وكسر شوي وكسر اللحيي بيمينه مدكتيسه على يساره بدحديث الدش هذا مرتين لبشر أو ثلاثا صدح شر صدح شر أما لبشر أي كسر أفقم بيه وكسر شوي ثم غسل وما يري مركو قعمه ميريك بعدي فرجه فرجي سايو ميرا حبنتي سترنك ثم ضرب ورفت يده قعنتي سي وفرجه كو ميري بالأرض للك أيو قرفت قعنتي وكو استيشودي أيو للك كو قرفت وكو مسحا أو الحائط أما دربي وكو ترتري قعنتي مرتين لبتشير أو ثلاثا أما صدح شير قعنتي وإسكورنا غاي وحبنتي ترنك كو ميري أيو للك مرمري عيدي أما دربي وكو مسح ثم تمضمض تمضمض ومح ولغلغضي وصومر تساس ماهين واستنشقنا وصندار صدي وغسل وميري وجهه وجهي سي وذراعيه ذراعي ومح لابد يسكع مدى ما انت لو لتشي له او ذراعيك وحاك صومر هلقى لابدا وحاوي عن سحولة لكن ما انت وذراعيه لابدا قعمونا وميري حبنيه ويسادة مركم حاولي من
وصو وقعمه وادقي واسندار صدي ووتش جوا ميري لبعض قعمه جوا ميري ما ذحيه محاولي من يلوجيه لبعض صودي من الصوي لبعض أودي ميهين أيو وحو سمية ثم أفاض وور شبي على رأسي مدحي سدوشي سأل ما أبيه ثم غسل وو ميري سائر جسده جركي سيو رن أيو ميرا مركز مركو ماشي جركي سيو وضع رمي سيري ميري تانكي ثم تنحى ماشي وكوك بيسيب وكدرك ها تنحى وادرك وو كدرك ماشي وكوك بيسيني فغسل وو ميري رجليه لبدي سلغوض بو ميرا محاد لمن جركي مركو بيسيه ويسيه madaxii baa inoo dhimanayna arag soo maaha de madaxii hadii la yiri jirkiisoo dhan biyo ku shubay madaxu jirku kamidii markii hore hadii la qabaysanayso xaq laga ma bilaabo madaxii markaas saas u soo dhex gala faateeytu waxaan u keenay ho nabiga sallallahu alayhi wasallam bir khirqatin marajan shukuman iyo wax la mid ah khirqadu waxa weeye waa mara qayb kamid la soo jeexay mara shukuman yar oo madaxa uu isaga qalajiyo falam yurda mousan ilin haayad een wuxuu idin qoray falam yurda dalku mushidin mise falam yuridha dalku mushidin yah سواريبية ريبية فلم يريد موسى دون ها مرضي مرضي أن أوكي أنا ينو مرضي حسنا غلط يو موسى نباهن فجعل وحو بلابي ينفض إنو إسكافر فردنا يا ألماء بيها بيديه قعنتيس إنو نبي قعنتي إسكافر فردنا يا نسخة غيبة وحو غرام بيديه لبدي سقعمود بيديه لبدي سقعمود بيديه قعنتيس إنو مرضي إسكافر فردنا يا قيانكي أيو نبي بلابي عليه الصلاة والسلام وهجاك حديث كان وحو إنا تسينا يا دور مسلو كو وحان كا قادانا إنا قبردا مسلمات داهي نينكا قباي إنا يوانا كولادا قانتو أوه نينكا إذا سيو واناكسان أي وشا قيسو أو خيد ميسو تسالة هان حديث كان لباتشارا وحا كسو نغضي مايمونا أو حاس كان نبيغا أه أيدو أو أديه قيسو واناك أو قبانيس مركا كوباد بيه أو كو قبيسان لها يو جنابات أو كو قبيسان لها ويأسو دياريس ميل بي أوليكت إنا مركا بيها أو كوليسو بيها أسو دياريسو waxay ka mid tahay dhaqanka wanaagsan oo gabadha saaliixada iyo raaliyada gabadha oo ninkeeda jecel oo gurigeeda jecel oo duceysan oo barakeysan lagu garto inay biyo qubeyska iyo cadayga iyo waxyaalaha noocaas oo kale u diyaariso waa qodob wadactu lirasuulillahi wudu'a aljanabati qodob kama la fahmin kaas waa qodob mar labaad ba hadana waxay ku tusinaysaa markuu qubeystay maxay u keentay maray u keentay shukumaan iyo wax la mid ah soo madaxa isaga qalajiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayadana waa qayb kale oo kamid gobanimada iyo dunta wanaagsan iyo sharafta gabadha muslimada ninkeeda la rabay inay kula dhaqanto waa hagaag xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo kale aan ka qaadanayna intuu san qofku weysaysan ama waxa weeyaan uu san qubeysan maadaama uu asaga iyo reerkiisa xiriir gogoleed dhex maray oo isreereysteen xubintii tarankana laga yaabo inay wax kaga yeelaan inuu iska dhaqo najaas ma aha manidu waa inay soo marayo manida bani aadamka laga abuuray iyo shahwadu najaas ma aha waa taahir laakiin ma dabay aan dhuuf tahay laga yaabo waxa weeyaan inaysan isha u fiicnayn uu iska dhaqay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu iska dhaqay ayuu hadana gacantii darbiga mariyay ama dhulka mariyay najaas inay tahay u marin maayo jirka nabiga dhan waa taahir sallallahu alayhi wasallam dhididkiisu taahir buu ahaa udabay udgoon oo waxa barakeysan shahwadiisina waa la mid laakiin nabigu waa ina baraya calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ina baray janaabada marka laga qubaysanayo dhowr qaab baa loo qubaystaa mar waxaa ka mid ah waxaad niyeysan kartaa weysada iyo qubayska hal mar isla niyeysan kartaa maalan adoo janaabo qabaad rabtaa inaad qubaysati shaawarkaad hoos istaagaysaa biyahaad isku furaysaa jirko dhan baad biyihii wada gaarsiinaysaa si fiican baad u qubaysan waxaadna u niyeysanaysaa qubayskaas biyihii aad ku qubaysatay qubayskii iyo weysadii labadaba weysadama kuma dhiban marka ma la fahmin waa qodob qodob labaad baa waxaa bannaan waad weysaysanaysaa weysa dhammaystiran markaad weysaysatid xadiidka hore caaisha ina tusiyey markaad weysa dhammaystiran weysaysatid ayaad qubaysanaysaa ayadana weysa dambe u noqon maysi waa qodob labaad qodobka saddexaad baa wuxuu yahay xadiidkan ina tusay waad qubaysan waad weysaysan weysadii markay kugu dhiman yihiin lugaha ayaa joojinaysa waad qubaysanaysaa janaabadii baad ka mayran janaabadii markaad ka mayratid baad lugahiina gooni biyaha u raacinaysa ma la fahmo qodobka maxaa lugaha loogu dambeysiyey markii horeba waxaa laga bilaabay qubayska xubnihii weysada laga bilaabay gacmaha gooni loo soo dhaqay wajiga gacmaha madaxa la soo masaxay luguhu markii dhiman yihiin baa la joojiyey hadhowna qubayskii waxaa lagu gabagabeeyey lugihii xubnihii weysada lagu bilaabo gacmaha xubnihii weysada loogu dambeysiiyo lugaha ah iyadana way banaanta saddexda qaaba janaabada waa looga mayran karaa xadiidku wuxuu ina tusinayaa madaxa iyo usuushiisa iyo biyaha si fiican in loo gaarsiiyo taana xadiidku ina tusinayaa maradan nabiga loo keenay nabigu muusan doonin muxuu u diiday culimadu ku kala aragtay qaar baa waxay leeyihiin maadaama uu qubays waajiba ka qubaystay cibaadana ay tahay
عبادة رات كده إنه كسي هارو دون يوم ما دحيس عباده كسي قياناته لكن واحد تادي ذي هذاي تاسي ساس تهاي حيس قد شف شفه يقيان كود يسون واي مرك إنه صنوب بهم بعد عكرت أو سديس أو سنود دونين قفك ولا لك يا وحنا كوجو ما موسى كوجو شرف هذا أنا أدو بهنين أو عذر دارن كرت واحد يبان مالي واحد يبان مالي تنحى أريج أهو دركتان لا دركو ماشي وكوجو بيسيب ونبي كدر كسل عليه سلام إن النجاسة هيد كجمد دركين لكن قاموا الغور بس فعن أسير لقه عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحل غوري أن عمر بن الخطاب عمر كان خطابها وأبيه رضي الله عنه قال وحيره يا رسول الله رسولك يا الله أي رقود مسيحنا يا رقد قرانك وكوشرته من بعثنا من مرقدنا هذا أي رقود مسيحنا يا وي أي نامو مسيحنا يا أحدنا متكيه وهو جنوب أسوغ جناب قبه وهو أسوغ جنوب جناب قبه محل قوة ده قف كيو جناب قبه وأن جناب دي كم ميرا مسيحان كره سؤال شاسوي دي قال النبي وحيره نعم ها إذا قرتي توضأ ويسيستو أحدكم متكين فليرقودها السيحضة ويبنانت قفكي وجنابه قبه جنابه دعسو أما الجماعة يقلمها كنت ما دلوا قف الأحمرتي أما قروها كنت ما دو وسيحان كره ما اللي فهمه لكن وقرمه وهدو ويسيستو ويسيستن ويسيستي كان محي 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 كاتي كانت وفائدة علماء غير باوحي ليهين وتخفيف جنابه دا إيا طهارة الأنطي وحيالها قفكو إسكفو ضينيه هدي سيدال يراها تخفيف الغوفة السرية اسفو ضايدين قبل دي أموش راهيد أما قبل دي قعادة قبطة مركي سيحان يسوه أيضاً ويسوق لي ساتاس ومركي سيحان يسوه اسكو ويسيستاء علماء غارغبانو انتي ويسيستوه اسكا سيحاتو سلاتكم انتو كان كرتو ويسو واجهكو معها لكن ظهر الآن تاني حوغا اسكفو ضايني سابي ليه ويسوه اسكو لي سابي هالكاسي ماريا لكن واحد دليلو هادو خاص وكو صارو راي ما إلي إن حديثكو وحياله إنا تسينا يا وحا كاميدا هدي لي يري هل ويسيستم هل ويسيسنيا بيوه اما بيه هدادن هيسن وخي بيها بدل كودا غلي لها ما بيها بدل كودا غلي ان لا بورايستو ان لا غبغبيس سو ما هين تاسا غليسي marka تاسو سمنيا بيه بو هيسن كرا ما استعمالي كرو هدي كو ادكا تبيها استعمال كودي حنون جيره دختركو كولا تلي يري ميل ادكا جبتو كلا تبيها مرين وا ميشي ود غبغبيسنيسا انت كلا ود ويسيسنيسا حديث كو خينو فايدي قفك هدو مسألة جاهل كيه وسنجرنينين إنه دتك أقوان تهذا ويديش عمر قف جناب قبى إنه سيحده وجرن ويو ويديه نبي صلى الله عليه وسلم مسيحنا يا قف كيه نبي قنا وح وجه وابه ها ها مرك وتكو جواب كرتان نعم لكن هذا حق تهي ده حق تهي ويه إني لازم تهي مرك سو جناب قبتنا هريك سيحتي معها أمر كانوا وأمر لبره يو إنه أبنا تقفك إنه سيحده عن عبد الله عن أم سلمة أم سلمة وحال غوري رضي الله عنها وحاسك نبيها هند مقعد ليرها هند علماء غرب وحين رملة ليرها زوج النبي نبي حاسك ساهيد رضي الله عنها قالت وحيت جاءت وحاتمت أم سليم أم سليم باتم أوفي رسالة حديثك تنهار من حياة هيد أم سلامة وحاسك النبي أم سليم حاسك النبي ما قبرك الله صحابي ده أنس ابن مالك هو يدوي أبو طلحة حاسك سوي مركه وان اتكلم فهمتان ام سلمه وان ياودن وحاسك النبي ام سليمه وحاسك ابو طلحه وانس بن مالك بينين كلان ودرش ام سليم اياتبت امراه ابي طلحه حاسك ساهر يي اتمد الى رسول الله رسولك الا يي اتم صلى الله عليه وسلم فقالت وحي تريا رسول الله اله رسولك سيو ان الله الا لا يستحي كما حشوده من الحق حق يعدينتي سي فهل على المرأة قفت دمرك هوين إذا دوشه إذا ميهي من غسل وحميرتان يقبيسئه إذا قرتي هي أيضه احتلمت أي ريوته وحرير قوليد يقلم إكو ريوته سيداسنا منك أيتر فقال وحي رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم نعمها إذا قرتي هي أيضه رأت يركتو الماء بيها ويقبيسني سابي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان هو حديث وينو دور مسلو انو فايدينيا دور كان مسلا وحا كميد اه او ان كا قادانينا هدي اد ربتي سؤال ان علمدا ويديسيد سؤاشنا اي تاي سؤال خوغا انت دادك بلشدا اي دادك اد كو دخنوشا لغا يابا اني كا قجليانو كا يخيحيانو كا خشونيان فردعبا لو سميا ام سليم وقف دمر كو وحي وح ويدينيسانا وا نبي محمد صلى الله عليه وسلم
waxaa meesha laga yaabaa inay joogaan rag kaleeto waxay weydiinaysaa arrin ku saabsan guri iyo gogol iyo nin iyo reer is arkay iyo qof dumar oo inta riyooto ku riyootay xataa ninkeedii iyadoo xiriir samaynahaya ay sidaa mani kaga timid marka su-aashaasi waa su-aal ay adag tahay gabari inay nin weydiiso laakiin way u baahan tahay inay nebiga weydiiso maxaa xala marka hordhac bay la timid ilaahay xaqa kama xishooda inuu caddaynayay tiri qofta dumarka ahi hadday riyooto iyadoo ninkeedu la kulmayana ku riyooto sidaasna biyo kaga soo baxaan mani ah qubays ma laga rabaa haa buuy laakiin nebigu muxuu ku daray waa hadday biyihii soo baxay aragto ma la fahmo meeshaa waxaa laga fahmay hadduu qofku riyoodo rag iyo dumarba asagoo xiriir iyo galmo samaynayana uu ku riyoodo waxna aysan ka imaan waxba lagama rabo qubays lagama rabo ma la fahmo haddii laakiin intuu riyoodo ay wax ka yimaadaan biyo ah oo xubintiisii taranka biyo ka soo baxaan qubays baa ku waajibaya rag iyo dumarba waa isku mid taha ma la fahmo qubayskaas marka janaabo ku saabsan waxa waajibiya waa laba qaybood qaybi waxa weeye waa galmo ninkan iyo reerkiisu inay kulmaan labadoodii xubnooda taranku isgaaraan oo iskalaan walow biyaba yaysan imaan qubays baa waajibaya kan labaad waxa weeye hadday biyo yimaadaan biyahaasu markay yimaadaan qubays baa waajibaya ama galmaha ku timaado ama riyaha ku timaado ama istee qofku meelu taagaya nooci doona hadday ku timaado mani qubays baa qofki ku waajibaya taasuna waa masalo xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya aan ka qaadanaynaa qofku markuu su-aalku weydiiyo su-aashiisina aad uga jawaabtid waxaad isleedahay armay wax ka imaan karaan in loo sii caddeeyo tusaale ahaan qofta qubays ma laga rabaa haa buu yidhi laakiin qubays ma laga rabaa ha haddii lagu ekeyn lahaa waxaa laga fahmi lahaa mar hadday biyo aragtay haddaysan aragba laakiin nebigu wuxuu raaciya haa hadday biyo aragto ma la fahmo idaa ra'atilmaidaahiya ra'atilmaa'a hadday biyo aragto taasaa loo raacinaya marka waa caddayn nebigu xukunka caddaynayo gabadha muslimada ah inay tahay gabadh xaqa ku dhiiran oo masalada cilmiga ahi baahideeda qabto daruuriyaadka ah waxaa mashiikh baad weydiin kartaa iyo qof baad weydiin kartaa isan uga qajilina ee caadi u weydiiyo sababto cibaadadeedi baa ku xiran gabar baa laga yaabaa iyadoo janaabo qabta inay iska batukatabon salaadeed ansixinba waa khalad culimmada weydiiya haddaad xataa ka qajishid waraaq soo qoro haddaad ka qajishid qof hawshaa ka agdhowo weydiin karaad usii dhiibanaysaa waa la samayn karaa waa la samayn karaa ayib biyaha manidu ragga iyo dumarkaba ay leeyihiin oo lagana abuurayna ma aha waxa weeyaan najaas ma aha najaas maaha qubays bayna waajibiyaan nuucii doona ha ku soo baxeen ayib can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha qaalat waxay tiri kuntu waxaan ahaa aqsilu mid ka dhaqda oo ka mayrta aljanaabata janaabada min thawbi rasuulillaahi rasuulka alle maradiisa sala allahu calayhi wasalam fayakhruju wuu bixi jiray ilaa salaati salaaddu nebigu u bixi jiray xaggeeda walxaal ina buqaca almaa'i biyaha barabarahoodiiyo dhibcahoodiina fii thawbihi maradiisa ay ku dhex sugan yihiin wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ayo limuslimin muslim u sugnaaday kuntu waxaan laqad kuntu waxaan ahaa afruku mid jajabisa hu manida iyo shahwada min thawbi rasuulillaahi rasuulka alle maradiisa sala allahu calayhi wasalama farkan jajabin fayusallii waa ku tukan jiray fiihi dhexdiisa maradaas xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa qofta dumarka ahi ninkeeda inay u khidmayso oo u shaqayso oo ay caawiso khaasatan wixii calaaqa iyo xiriir la leh xiriirkooda gogoleed iyo arrimahooda ayaga waxa weeyaan bareefadka iyo goonida u ah xaggee laga qaadanaya laba meelood ba xadiidka kusoo aroortay oo caaisha nebiga u khidmaysa labadee weye sheega kuntu aqsilu aljanaabat biyihii janaabada shahwada habaan waxaan ka mayri jiray marada rasuulka ayadaa mayraysa waa qodob waa hadday shahwadii qoyan tahay hadday qalashana lafdiga dambaa cadeeyo laqad kuntu afruku farkiga waa jajabinta sheega inta la jajabiyo marada in saa la isku yiraahdo la isku jajabiyo wey marka biyihii hadday meeshii ka qoyan yihiinna waan mayri jiray hadday qalalan yihiinna maxay samayn jirtay way jajabinaysaa soo laba shaqo maaha labada shaqay qaban jirtay halkaasay xadiidku wuxuu ina tusinayaa biyaha manida ahe shahwada ahe aadamaha laga abuuray kulligeen lanaga abuuray waa biyo daahir ah najaas ma ah xaggee laga qaadan hadday marada kaasoo gaarto maxaa waajib kugu noqonaya inaad iska mayrti saas maa hadday qalashana waa waajibku inaad mayrti kaadi hadday qololan tahay hadday qoyan tahay waa najaas laakiin shayga markuu qoyan yahayna la leeyahay waa la dhaqayaa markuu qalalana waa la jajabinayaa dhaqitaan uma baahnaa waa manidii dadka laga abuuray waxa loo dhaqayayna najaasnimo ma ahane waa nadaafad nadaafad waay haddii hadda intaan baasto cuno oy halkaan iga daadaadato oo aan digir cuno ay ku daadaadato oo aan iska dhaqo macnaheedu ma waxa weeye inay najaas tahay maxaan isaga dhaqayaa nadaafaddaasi waxaas meesha soo gaaray hadday maradaadii soo gaartay mani iyo shahwana oo aad iska dhaqday nadaafad baad iskaga dhaqday najaas ma ah
سببت واحد ويهدين نجاس أهان الله هيد مركي قلشنا نجاس بين الله هيد ولا دغيله لكن مركي قلشي ولا تشبيه وطاهر مرك طاهر وي رغم كون أكسنو قبلها مسلمات كلا ربها رجوا ذن كلاد أقمان وأشقى يعني حسن معاشرة كميتها حديث كل حين وفى إذين يا وكق هذا نينا قفت الدمر كاهي أهرمها النوع عانو كليتها هذاي ذني كينتا إني كور رمي كرتو مثلا وحاس لغوا عائشة وحاس كي نبيجا وحكور رمي سأهرم خاصة نبيجي بيجي سي شهودها وإما يريسو وتشتبيني سبحي وتشتبيني سه أي نجا وحنا نبريس بيها سو إني طاهريهن وإيش النجاسة هين بيها بني آدم كلا قابور وشهودة وطاهر نجاس معها هداد إسكو عرقتي وحنا ضافضها هنا وسكار ذكرت سببته وحوي نبي الله محمد دتك وحوك قد ويها يا أنبياء الكلام هذه وادع كرتا إنتات الريوتيد أو حرير جوجلادي وحكو الريوتيد أو شيطان وحكو قرحيو إني سابي كلا صباحا لكن أنبياء إله ما أنبياء إله إنتو شيطان ريو وي ماذا مسكح ذلك مع يارك رأي إله بك إلهي مركا قويس كان مرضان دقيتان كا دقيسا وحي كان دقيسا ووحي قال مكوي مدي حرير قوليو عائشية النبي قد نحمر عليه الصلاة والسلام تاسي كباريسا مركا تاسي كباريسا مركا شهودو وطاهر نجاس ماءها بسلادة أقاد بسلادة سهلو أقاد عن أبي هريرة وحي القورية رضي الله تعالى عنه فركي قوات المعنى واتشبين كنت أفركه وانتشبين شريوي وانتشبين شري وإن بقع الماء في ثوبه لا تفسير بكو جرت وإن بقع الماء وحوي مرضان مركو شيء قيان سو غارو لا دقه ميشي بقيس سوما ميشي قيان قميص كان مركا ان لبخو انتي اني قيانتو هار ليداي سو كموقن ميسو مركا بي عادي هايو ميشي اي كو دقداي اني كا ودا وا سورتغال وحا لبادو سورتدو وإن بقع الماء بي هي شهودها او ميشي لغا دقاي ايا رادكودي ولي غو الى يو ميشي كاسي موقدا ايدنا واخ ديبا مال وين بقع الماء مركب بيه عاد قال شهوده هلا إسكاب بوري يبيه ماشى لو دقي لبده ويسوق له يعني لبده واسورة قال عن أبي هريرة وحى لقوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحجر إذا قرتي جلس نكو فريسته بين شعابها الدمد إذا نحدى إذا الأربعة أفرته ثم جهدها ديدنا وددالو فقد وجب وحا واجبي الغسل ميرتان با واجبي وفي لفظ كلا وحا لمسلم المسلم اسقناداي وان لم ينزل بيبي يسنسو دجينو اسن بيي كايماني مخا لغا ودا حديث كان وحو كهاليا مساله مهمه او وا مخاي ميرتانكا واجبيه ديق لغا قبيست يا عاده يا حق ديق بابكيدو كوكين دنا باب الحيد بينو كيد وخا كهادينا مانتا وا جناب اي قبيسكو مركو واجبيه لبا وخيلد كو واجبه واجب كسوحة كيانا كو إنا يقلم تيماده أو ننكي يرير كيسي إسو قلمودان وحبنه هودي إسكياران لابد حبنه هودي طرنك دي إسقالان قبيس با واجبي قضب كاسوا قضب أما بيه هاي يمادين أما ييسان إمان قضب كلباد وحاويه إنا بيوه يمادان ولو قلمة ييسان سمين أجوان وحبا إسو قلمون هدي إنتا فرق عياران بيه سيداك غي يمادان قبيس با واجبي مالا فهم تان مركو حبن نبو كهالايا إذا جلس ننكو هدو فريس بين شعبها أدمدده الأربعة أفرطه أني كرير كسي وقل موضة ثم جهدها دينو دداليو إنو بيه إسكاكيانو كو دداليو فقد وجب الغسل محا واجبية ما يرتان بكو واجبية ما هدي بيه يمادان أما بيه هاي يمادين أما يساكا إمان لبضو ضبا وفي لفظ كلاوحها هو إن لم ينزل يسنسوب الدجنو بيه بي يساكا إمان با طيب حديث كمارك وحي إنو فايدي قبيس كوحة واجبياي قلمان ونقون كراه biye soo degayna way noqon karaan soo baxay labadaba way noqonayaan taas waa mid xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxa kamid oo aan ka qaadanayno rasuulka afcaashiisi sallallahu alayhi wasallam iyo aqwaashiisi iyo kulligoode khayr iyo wanaag bu dadka ugu baaqay oo sidaas uu dadka wanaaga ugu cadeeyay nabi kaleey salaatu wasalaam an abi jaafarin jaafar abee waxa laga wariyay muhammad ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم الله كرر النقضي أنه أسقى وأبي جعفر ومقعس وأبي جعفر كون يدس وأبي جعفر مقعس ومحمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أنه محمد بن علي بن حسين كان وحوها هو أسقى يو أبوه أبيه سعلي بن حسين عند جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله اكتي سي جوغي جابر بن عبد الله با وحا لا جوغي صحابي محمد بن علي يا ابيه سو علي
طيب وعنده جابر أكتي أكتنا وحا كسونا قوم قرأ ضد بالتشوغي جابر أكتي سنة ضد كلاتشوغي أنويل كان يبيها عين فسألوه وحي ويديين عن الغسل ميرتانك قفكم مركو جنابك كما يرانا بيه انت اللي أكبر كفلان بالويدي محا كفلان قال وحي فقال وحي يكفيك وحا كفلان صاع سوس سوس وأفر كومبو بيه كلاس يدان عادي أصومي دارك حوغار رون رون أفر حبول اسكو داري واي كومبو بيه كومبو كلا لغو داري غلاس كلا لغو داري غلاس أفر غلاس بيه أيا جنابة كاما يرنيس فقال الرجل نمبا وحو يري رقي كامي ده ما يكفيني عني قوما في اللبي هدان جنابة قبو إنان قبو يستربو أفر كومبو بيه عني قوما في اللبي فقال جابر جابر با وحو يري كان وحو أها أفر تا كومبو يكفي ميت كفلان من روح هو أسقبا أوفا كابدا منك أديك حاجة شعرا حاجة تنت وخيرا كان خير بدا منك أديك يريد وحي إلى تشيدا جابر رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا جابر وانا تشيي أمنا إمام بن نور غضيوي إمام بن نور وانا تشيي في ثوب هل مرأي نغو وفي لفظ لفظ كلا وحوها كان وحوها رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يفرغ ميت صوش وسوق بيا الماء بيها على رأسه مدح إيسا ثلاثا صدح شير أيو بيها مدح إيسا غشو بيشير مركو جنابا كما يرنا إيسا دح شير وكشو بيا وإسم المرنا يا هدنا وكشو بيا صدح شير مركو كشو بيها سفي عنو قارسيو قال وحو يري يا أرنا يا قال دان عبد الغني كتاب كسكالو يا شيخ عبد الغني قال الشيخ عبد الغني وحو يري أسجب نينك الأسكال يا عمر رضي الله عنه الله كره لنقضي الرجل نينك الذي كاسو قال يري ما يكفيني أنيغا سوسك بيها إغو مفلا أفر قلاسو بيها إغو مفلا نينكي يري هو أسو الحسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب واي وأبوه أبوه أبيه سنه محمد ابن الحنفية ويان محمد ابن الحنفية أبيه سنه الأورنجري حديث كاني وحوئنا تصينا يا رور قضب بيها قبيس كواجب كغفلا قبيس كواجب كدو يكي ديق عاد هدو يكي ديق حيت كهدو يهي منيد يشهود يصوبخ دي هديت هي قلما وح كو يمد كل ذلك وحيا قبيس كه واجب ك سوس كاس ايا كفلان تاس واقضو لبا حديث كو خينو فايديون كقادنينا بيها مركه قبيسنيس سدح جير مدح لو شوا مدح سفي عن لا اسغه هبيا اني بيه وغارين لكن هدا ميلها كلا دقدي مدح حين ادم بيه سفعن وغارسين قبيس كنا واجبها دي وحما كوما انصحين marka markaa qubaysanaysa ama dhiga caday gabadhii ku qubaysan ama jimaacay ka qubaysan ama waxa uu ragii ku qubaysanayaa iyo gabadhii ka doonaa noqotee mani soo baxday nooc kale ku soo baxday timaha waa in kulli la wada qoyo biyaha si wanaagsan loo gaarsiiyo taas waa qodob xadiithku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa ka qaadanayna saxaabada nabi maxamed iyo salafkii waxay ku sugnayeen oo ah markay masaa'il isku wax garan waayaan meesha loo noqdo daliilka iyo sida saxda in loo noqdo dadkani jaabir baa u imaanaya nabiga weydiinaya si nabigu u qubaysan jiray sallallahu alayhi wasallam jaabir raa u cadeeyay wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyo ka qaadanay qof hadaad aragtay sunnada nabiga xoogaa wax nabigu uu asagu isu quuray oo sameeyay oo ilaahay ku caabuday qof iskala weyn hadaad aragtay ama xoogaa madaxday ka keenay in hadalka lagu adkeeyo markuu yiri afar koombo biyaha kugu filan in baaba la soo istaagay waa filan aniga ka badan u baahna markaas yiri cid kaana tima badan hadaad leedahay timahayga badan kaana khayr badan bay biyahaas ku filaayeen orod ku qubaysaa dad ku qubaysanays waa nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga ka tabay badan nabigu timaha badan buu lahayd timaha markuu suuday marka qarkood halkaas ay gaari jireen timaha nabiga marka qarkood halkaas ay gaari jireen marna halkaas ay gaari jireen marka markuu gaabiyo kale meelahaas ay tagteen laakiin markuu suuday timaha jilacsan buu lahayd taas uu sheekay halka uu gaari jireen nabiga timiisa alayhi salatu wasalam marka asagoo timiisa halka marayaan afar koomo biyaha ku qubaysanay biyaha lagu xad gudbo lama ogora aynagu shaawir iyo waxba aan inta helay ba maanta dhan biyaha inta la iska furaa la iska balaalala عذاب بلغوا قلبيها نوع سكال والواحد كتب بيها لسكا إلى اليوم وري بيها ويسير مركز ويسير سنة كل بيعصو سكمير وش كماري ترتيب صو بيها أن كتلا قلوا النعمة واللي بقوليها إن هي مساجد هي أنت بدن العقبة لغوا بحياة بيها سمو جدين مركز ضد بالعقبة ضد بحنا يدون أنت سوق هذا سكفر حسابه وما أنتوا بيها سكسو عنا يا مركز وما أنتوا سكش كان يبيها بلا لا 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 إقوى هني خلط واي بيها قعدت أهور صو سكمير هذا نحير ساقوة هدي أقوى بيسنة يسيد قدر أديك كل يوم تحدر إن شاء الله تعالى يعني الغرة عن قيامته وهذا اسم القبيس بس كوريه ليس إن هذا كان بيوه دكوحة قدبتين عن أبي جعفر جعفر أبيه وحال قوري محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أبي جعفر ومحمد بن علي كان وحا هو أصغئي وأبوه أبيه وعلي بن الحسين
عند جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله أكتيس وعنده جابر أكتنا وحكسنا قوم قلوا فسألوه وحي ويدين عن الغسل ما يرتان كي يغبيسك فقال وحي ريكفيك وحكو فران ساع سوس نسخة غيبة وحي قرآن يسوك الله مريان ساع سوس با يكفيك كو فران فقال الرجل نبا وحي ما يكفيني أنا يقوم فلا فقال جابر وحي كان وحي يكفي مدى كو فلان طيب من روحي واسقب أوفا معنى هذا القوضة أي أطول كادر منك أديك شعرا حقا تنت وخيرا كان خير بدن منك أديك يريد جابر وحي ولد شيدا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا محاكو بعنين ونوتو تشي جابر في ثوب مرء حال قوضة هل مرء كلي هداد قشة تداد وكتو تشين كرتها أو دينك مركو سلادة كتشرو حدون تسيا لبدل لو انت ورح يساع عورا أسوغو ثيرا قاون أو انت أوبا نانتو انتو تشين كرا الله أكبر هدوس المرأة هيسا هدي مرو وين اي تو سكول دحريدي سينو وي كوبان انت هل مره لبا مره انك كتو كتا واخبل لازم ان عورده ان كو اسورنت هي با مهمه قبلو لكن وين اسو دقريان ايغو وخي اسكو قرن هل مره هدي تحت واك مره وين ان عورده لغا اركي غبا هدي دلق اسكو سيسو او غعمه هدي وجهه بنيستو سا كتو كتا مشكله ما لي واتيار وفي لفظ لفظ كلا و هو كان رسول الله رسولك الله و هو يفرق ميد سو شبه او كو سو اف جنبيه ان سخ غيبا وخي قرن الماء بيه على راسه مدحيسه ثلاثة صدح شهر صدح شهر ماذا حبيك سوشر قال عبد الغني المقدسي باوحي رضي الله عنه الرجل نك الذي كاسوك قال يرمى يكفيني يقوم في الله سوس هو أسوى الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه أبيسنا محمد بن حنفيوي محمد بن حنفيوي يعني. طيب باب التيمم قبل قبيسي يبوريسي أيو بابي بيه هدي لوايو قبل قبيسي لو حلو بلو قبل قبيسي كو بي الآن إن هذا بياه كوف ما بهي ستيب، أما بيه واضح هاي ستاي ما استعمالك ارتحانون كهاي علتك هاي صدرتات، بل لا استعمال لا، لا بدأ شرب ودي، أما بيه واضح هاي ستاي وبيير حيوان محترم ونفط وقبل حسابه ماشى تها جنبه، مرك أرمه النوع عسوك له هدي كيران واتجب جبي سنيسة، طيب منك مرك وبوريسك أما جب جبيسك، عن عمران ابن الحسين وحال جوري ابن الحسين وحال جوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كسد حديث وكل شيء دون مصنفك. أنا رسول الله رسولك يا الله صلى الله عليه وسلم رأى وحى أرك الرجل أن نكاسو معتزلا كده يا راضي صلاة هي مساجدك نكاسو لم يصلي أن تكن في القوم دتك الحضور مساجدك وشوجة لكن موسى تكن فقال النبي وحى ريا فلان وهبلو ما محيبا منعك كودي ذي أن تصلي إن تكتيد في القوم دتك الحضور صلاة دين ولا تكن يأذون من الله تعالى تبحى كودي ذي فقال نكوا ريا رسول الله رسولك يا الله أصابتني وحى يا هلا شوي قد عضي جنابة جناب ولا ماء وحبيانا ما هيست ولا ماء معي وحبيانا ما هيست أنا مالي فقال النبي وحي يري عليك وحد لازم تاه بالسعيد عيدة أم عرضه فإنه أسقى يكفيك كغفلا هدي أدم بيا هيسن جنابنا أضغبت ما حد سمعني سه وعرضه عرضه تقول قبل قبل سنين قبل ديك عذا كقاي إن قبل ستر تبيه ويدا ما حد سمعني سه هذا أليس؟ أمور بيا هيدا أفرتن كبي كبر حضي أما كهر أما كبعد ديجي وكجو دل مذا أو وي دل ما بحضي محيص ما يسادي بيا ويدو ويجب جبي سنيسة وأنا كوفي ليه وكوفي ليه جب جبي سجاس ها وكوفي ليه حديثك مرك وحي أنا تصين يا دور قضب بيا كوفي لم بلي هلك صماع عليك بالسعيد بيا وح كوفي لن عيد صماع عيد حاجة مرنا يسامرك وح علمود سكور عسيه ما شاء الله مرنا يا ووجي لا وضعك عمود ee inta ciid soo qaadatay bawdiyaha iyo dhabarka iyo kaliyaha ciid marmarsan meesii nin saxaabiyaha inta janaaba ku dhacday buu meel galgalina inta uu yimid ciid ka buuxdo oo dhex galay buu xagga isugu rogay oo xagga isugu rogay oo xagga isugu rogay oo xagga isugu rogay salaadina waa tukade hadhow markii nabiga loo yimid buu nabiga u sheegay wuxuu yiri janaabana waa qaba biyalana waa ugu dhacday oo waan galgashay bii si dameerkii geeli markaas aan warsaas ma aha nabigu yasa calaysa waxa kuu filayd labada gacmood inta saas meesha ciid uu dhufatid ina looda gacmoodna saatir ahdid wajigana asaas tiraad bas inta sabab ku filan ba asagu wuxuu saxaabigu suureystay markii hore oo la qubaysan jiray soo qubayska jirko dhan lama qubaysan jirin ciidana jirko dhan galbi asagu isiri saas ma aha marka tayammum ku ciidaas lagu tayammumayaa ciidaas ayaa lagu tayammumayaa lagu gabagabeysanaya tayib faa'iidooyin badan bayna leedahay tayammumka noocaas hadiidkaas marka waa sidaas wuxuu hadiidku ina tusinaya qofka aan dadka la tukan mar walba inuu mutahami yahay la tuhmayo masaajidka baa joogaa dadku waa tukanaya kuwa aksa banaanka iska fadhiyaan nabigu waa weydiiyey maxaa ku dhacay xadadka uu la tukan weydiiyey
علادي بوشيغ مركو علادي اوغادي نبي وو بيامي هاوش هدا قف اركتي ان دد كلا توكانينين اسلام مركا بها عاين ها عنبارين وحبها كلس كلس بلاكي سؤال ودي مخا كو ديري مخا كو ديري ساسا اوركرت قف ويدينيسا عن عمار ابن ياسر وحل غوري عمار ابن ياسر عن عمار العمار وحل غوري عمار كابن ياسر ان ياسر رضي الله عنهما قال وحو يري بعثني ويدري النبي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه ذنب يدرسد النبي قام وحو يدرسد دن halka waxa halka laga qaadan qof walaalkay oo xor ah inaad aron karto waxa siga soo caawiyo shaqada ay soo qabo waxa si keen fa ajnabtu wan janaabuday bi wani kan hadir sheegay inuu galgalimaystay anoo shaqadii nabiga ku maqan ba janaab ay u dhacday midna waxa laga yaabaa inuu seexday uu riyooday biya ka yimid falam ajid ma nahelin bi almaa biya an ku qubaysana ma nahelin bi salaadina waa u gashay fatamarragtu waxan ku galgalimaystay في السعيد عردي يعيدي كما سيدا تبرغ اوغل قلي ميستو الدابة تقيل يا دميرو حيوان كسي اوغل قلي ميستان بان عيد انت ايميد بان دحقلو كرف دحقلو كرف تيميش كرف تي كرف تي حقي حق انا بصله او ذي عيد وانا ايش كعيبي ثم اتيت وحنو ايميد النبي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت وان اشيغي ذلك ارن كاسو قلقل شدا عيدا كو قلقل شي له نبي فقال وحيري انما يكفيك وحنو كوف الله أن تقول إن تراهدد أن تقول ما تحلو لك أن تفعل إن تسميسد بيديك لبدا دقع موض هكذا سدا سه ثم ضرب وقرع سيدي بتصيا بيديه لبدي سقع موض الأرض للك أيو كقرعي ضربة قرعيد واحدة إكلية للك مركز كقب قبي سنة سيد هالمرة تن مركز دفن ميس تن مركز دفن ميس باش ساس ما هالمرة أيو ساسير وغرفتي مركز لبدي قع موض عيد وصار يسوما ثم مسح ومسحي الشمال بدحدي على اليمين ميدك تدوش هذا ميدك تسطر معها بدحدي بسيدانير مركز سيد اللوغة بقبل سنة في رواساس هايه بدحدي نساند أرانيسا يعني سيدي أقلاته خلاص وظاهر كفيه لبديس على طبر كودان ويميش ومرنا ومرنا مركز اللوغة بقبل سنة كوان ماهسا سيلا أرانيسا سيدي عير هان عير هذا الحربين الحوين لها قاتلين هاي ماهسا سانا الليه ظاهرة كفي على هذا دور كل وقوان وظاهرة كفي إيه ووجهه وجهيس ما لا فهم قبيس هذا ضبه أنت سكع غفلا ويس هذا ضبه نين أنت العيد سوق هذا حاجة مري وحاجة مري وقال قالوا كل بيع دور كسوت ربع باش ولا برة بتاس أنت سكع غفلا سيدا النبي وشجع صلى الله عليه وسلم سيدا يوشجع ولماذا المسلمين تمذهب كنا شافعين وكلوا واحد قبلنا يقول هل كسال جارسين يا جبر جبيسك وانت قعدت دبر كذا هلا مرينا يا هل كسال كينا يا هذا نسأنا الأرن هل كسال جينا يا تنسي ذوق على الغصب بلابين هل كان لكينا يا ساس الأرن يا الدلاء دونا ما حق يروى الدلاء حق بدنا أيضنا مرك كيل يرى هذا أذو جبر جبيسك عسال رها وتشي جعمها إنما يكفيك واحد وقوف لان أن تقول إن ترى هذه بيديك لا بدك عمود هكذا ساس تقول وبعنا تفعل تمرغتم عن هذا واحد ويوجل جليميس سعيد كنا وعيدي عرضي حديثكم مركب وحوي أن تصين يا قفك الجنابة غبها دوسن بيها هيسن أما بيها أودي وايو محوص مين وجب جبيسن وبوري سنية وبوري سنية تا حديثكم إنه فايدينية قعمها لبذا قعمود بقول كعيد الغد فنايا طبعا وعيد ظاهر عيد الوجب جب جبيسنية هل ضرب أياك وفرا هل كجر عيد بوجي قعمها وفرا ماذا بكير شاف عيد وحوي لبذا لبتش يربط سوق غادين مرة لبذا قعمود بتساس كورونا يساي إلى ماشي أنجيني مرنا وجهي قد أسوأ قايسة لبضع ضرباك وقوف الأنبياء أيوليه رحمة الله عليه طيب الحديث كوحي نوفا إذن يا وقت نبي قلنا لا صحابة غار كمدو مسائل كغار كودين يكو اجتهادين وكود دالين نبي قيو ويهلي كره أيو وحو كو اجتهادي قاب كيلوغة بقبي سنجي عن جابر بن عبد الله وحا الغوري رضي الله عنهما السقي يا بيه الله كره لنقضيه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي أعطيت وحا لإسيي خمسا شن وحيالوت أو لم يعطى أن لسينهن أيجا أحد قف أو من الأنبياء أنبياء كم إذا قبل أن يجوه ريس شن وحيالود أنبياء يجوه ريس أن لسين بإله إسيو أنا خاص يا أبي كو نصرت وحى ليجوجر جاري بالرعب أرججح مسيرة شهر بالمال الله صعد جاردة شوكته إجا أرججح له إجا بغض رعب قرانك الرعب بكشرة وغذفة في قلوبهم الرعب أرججح وي رعب رعب يا أرججح ده وصور رعب وأرججح مركب محل جو ده بل ميل لا صعده مركو نبي وتشوجا قال هذا هلك بيشة وشرته بل ميل لا صعده يخر قريان كالقرير الله محمد بتشوجا محمد بالله شيء وصوص صعده سوء قب قريان كارا
قضبك وقضبك كوباد قضبك اللباد وجعلت وحال إيجاي لي أنيق الأرض رلك مسجدا ميلجوت كدو يوطهورا ميلجو يسقط فأيما رجل إنك استجبرنا ولمدوا من أمتي أمضى إذا كم دوا أدركت أي سهل يشو هو أسرع الصلاة صلاة أو وقت سلادات جارة فليصليها تكدو قضبك اللباد محون غضي رلك أو نوى مساجد ميلجوت كان كرين ماله وأنا ميل جودة ويسيسن كرا الجودة هارق قادن كرا مسجد كان هذا ما أنت مساج كان نغاني معه رول كورني وأميل جودة كان كرا هدي مساج كوكو سرتب وعي بنا كاسد قوال قرن ساكت كان ساداي ظاهر تاي ما له فهم كورك اللي ساكت كتو كان مساج اللي ساكت كتو كان ميلها حتى ديارها دش هذا مركا غارك كتو كان يسيا بابور تدش هذا ما له فهم مالك مركا رول كورن وأميل جودة كان كرا اللهم مشغولها يا ميلها لم يتكامع هني طيب طهور كنا وام حي وأتقول أهرق هذا كذا حاشدي تيشكي وحيالها الله متكاي الله مستعان قريقة نجا حيسقة مالها نوع سق وأتقول إيشون هدي قبل جبيس نقطنا عدي بتقول قبل جبيس نيسة أيضا إلهي بطاهر كعجل جاي ومدني محمد خاص قطه فأيما رجل نك الصو من أمتي ومضى إذا كمد أدركته إسواها ليش الصلاة صلاة فليصلي هات كذو وحلت وحال إبن يلي أنا جا المغاني مغنيميك غنيمة وحوي قال هذا مركل هذا قال محولها لقى سوقة تغنيم له يقنا وعلموا أن ما غنيمة قرآنك سوكين أرق غنيمة مركو وقواس غنيمة داس أمديه هوري تقيمنا أكتر هذا شرعي بكما أهين با قيمنا مركي كينا غنيمة دا يميلكو أرورنا يانا الضبا انتو يما دو كروس ودقو ضبكا ساقادنا يوقبي ومدى نيمح لكن انتي غنيمة دي سواقا تان بي قيب سانا يانا سي شرعي الله قيبنا يا إلهي وحولي يوالي بني ولم تحلو ما بنانين لي أحد ينقفه قبل أن يهري وأعطيت وحا ليسيي الشفاعة شفاعة ويند بنبي شفاعة العظمى بلويغان وشفاعة وين وقيامة مركل يسوي مادو قال يا مسلم بنبي وكل شفاعة قاضي وكل دريرنا يا ضدك وكان النبي النبي وحو أهانشري النبي أنا معها والنبي ذي هو النبي كم ذي وحو أهانشري يبعث من الله درا إلى قومه تلكي خاصة وكلئ نبي والبره تلكي بلو دي لشري وبعثت أنا جانا وحا لأيد درا إلى الناس ضدك عامة جبي أهان أما كافة جبي أهان عليه لبضب والله نسخة لبضب نسخة وساسة كسوق الأرض حديثك وحو إنه فائدين يا مركو أنك قادنينا ذلك أصل وحواء إن ظاهر تهي ونجاس معها طيب نبي الله محمد نشنتا وحيارو دي لهين وكو خاصية لي وإنه فائدية حديثك وانك قادنينا شنتا وحيارو دو حوية إن نبي صلى الله عليه وسلم بالميل لو سعود عدويس وإكاقبقان كو إن ذلك أردنو مسجد يميل وطو كذي يميل وطهار غاتو يهي لبو إن غنيموين كان نبي يؤبن نارايين صدح رسالة دي سئي النبي دي سئينا عام هيد أو ومدي هورة النبي والبريتول كي بلو ديري شري لكن نبي محمد ومدو رنبا لو صوتري تكلا وحو يدير لكو الله بقى يبوض بقى لغاش شفاعة عظمان النبي قولها صلى الله عليه وسلم شان تقوض محين نغدين كو بالرعب مسيرة شهر لابو رلك مسجد إن لو قدقى يطهارو غنيمدو إني حلال واحد شفاعة العظمى النبي نمدي سوين النبي نمع عامة توشيني إنسي والله صدر ما غضبوي شنطة غضب النبي خاص قط صلى الله عليه وسلم ومدي سوين لوه ليسا ها ومدي سوين لوه ليسا شفاعة العظمى النبي عسكره لكن قالوا هذي مسلمين تدين تود كسحان يهين وكنت كل رغمان قالوا ويك بقي ومدى لبعض المال والبنوك وكنت كان كران وأنا كده هرق قادن كران مسلمين تو ومدى صدح هذا غنيموين كواو حلال ومدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومد والبا ومد النبي محمد ومد النبي محمدنا شين يينسي بدي أيق الله مصو درنا أيق وينسي ومن الدين تجاسين كلام شين كاسمه بأركان ومخلوق كقرصون عيد الله فانسيو أتي ما درنا ووشي كلام مركز رسالة النبي محمد عام كا هي شفاعة العظمى تعلم النبي محمد الله صدر عليه الصلاة والسلام النبي محمد أي الله صدره خاص لها لكن ومد النبي محمد فرنتي عام كا هيد أيقنا عام نمكو جد بنيا رجال كوت كلية ما هني ومد قال يا مسلم ووجد بنيا والله أعلم صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله